السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. حياكم الله اخواننا اخواتنا، من زمان عنكم. الله لا يقطعنا عن هالقعدة الطيبة مجلس الذكر، عسى الله ينفعنا فيه ويثبتنا عليه يا رب. ادري صار لنا يمكن شهر ما طلعنا بهاللايف، لكن ان شاء الله يعني عودا حميدا باذن الله سبحانه وتعالى. زين، ندخل بالموضوع على طول. اليوم عندنا ثلاث فقرات، فقرتين الحين وتالي اطلع وارد لكم فقرة سؤال جواب. الفقرة الأولى هو الموضوع الأساسي اللي بتكلم عنه، اللي هو الجسد والروح، شلون نتعامل معهم، وتالي بختمها بثلاث دقائق كذي أو أقل قصة مشاعر وإحساس. نقول بسم الله. الجسد والروح هذين المكونين اللي الله عطانا إياهم. الإنسان مخلوق من جسد ومن روح، هذا شيء إحنا نعرفه وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا فيه. هذا الجزئين اللي مع بعض إذا تكونوا يعني صاروا يا بعض صار إنسان حي، كائن حي. إذا انفصلوا عن بعض بحالتين. الحالة الأولى لما الإنسان ينام، لما ينام روحه تصعد، في انفصال جزئي يصير. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. اللي الله يقدر ان لما الارواح، لما الناس ينامون وارواحهم تصعد، فاذا الله شاء ان هذا الانسان يموت يمسك التي قضى عليها الموت، يمسك روحه ما يرسلها لها مره ثانيه، خلاص ميت قاعده نايم نام وما قام خلاص، ويرسل الاخرى الى اجل مسمى يرد يعيش مره ثانيه. قاعدون فلان قاعد يعني روحه ردت له. لذلك احنا لما ننام من اذكار النوم نقول بسمك ربي وضعته جنبي وبك ارفعه، فان امسكت نفسي فارحمها، يعني إذا ما ردتها فارحمها، وإن أرسلتها ردتها لي يا رب صبح أو أي وقت فاحفظها بما تحفظ بعدك الصالحين. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك ممات ومحياها، فإن أحيت نفسي فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها. اللهم نسألك العافية. يعني إحنا لما ننام موتة صغرى، عشان مو تخترعون ما تنامون تيم بحلقين عشان ما نبي نموت. هذا شيء طبيعي، هذه موتة صغرى اسمها. ليش سميت موتة صغرى؟ لأن الروح تطلع عن جسد جزئيا، في ارتباط بس في انفصال نفس الوقت. الانفصال الكلي اللي هو ذا الإنسان مات، يعني روحه طلعت من جسمه انتهى خلاص، صار جثة، اسمه جثة، حتى ما يقولوا له إنسان، مو كائن حي، اسمها جثة اللي هي الجسم والروح مو موجودة فيه. طيب، الله خلقنا من الاثنين وأمرنا بحفظهم، عشان كذي الله حرم علينا نضر روحنا، لا ضرر ولا ضرار. ما يجوز لك انك انت تجرح روحك وتأذي روحك وتذهب عقلك مثلا بمخدرات، حرام الخمر، ولا انك انت تنتحر، ما انت مو كيفك. زين، شلون نقدر نأدي اللي علينا صح تجاه اجسادنا وارواحنا؟ شنو المطلوب منا عشان نعرف نتعامل معاهم صح؟ لازم نعرف شلون يو اصلا الجسد من وين طلع، مخلوق من شنو بالضبط. الجسد مخلوق من الأرض، من تحت تراب مع ماء صار طين، جف صار صلصال كالفخار. هذا هو، هذا الجسم مكوناته ومواده الأصلية والأساسية من الأرض مأخوذة. ولذلك لما تبتي أنت تريح الجسد هذا تشبع حاجاته تعطيه من الأرض، من نفس المكان اللي طلع منه. فإذا ياع الإنسان شعر بالجوع يأكل، والأكل من الأرض، نباتات ولا حيوانات من الأرض. عطش يبي محتاج يشرب من الأرض، من الماء، من الألبان. إذا تعب خلاص انهار كلش، قط نفسه على الأرض ونام، راحته لما ياخذ أشياء من المكان اللي طلع منه من الأرض، بما أنه هو نشأ من الأرض فما يريحه إلا اللي طلع من الأرض، مثله شرب، أكل، نوم، كل شغلة بالأرض. هذا الجسم أو هذا الجسد اللي منشأ من الأرض، فيرتاح من اللي طلع منها، يرد حجمه أصله، يرد حجم مكانه. طيب الروح، الروح من وين؟ الروح من فوق، من الله سبحانه وتعالى، نفخ فيه من روحي. فمعناته لما نطبق نفس القاعدة اللي على الجسد، الروح لا مثل الجسم، لها احتياجات ولها اشياء تشبعها، اشياء ترويها، اشياء تريحها. من وين ناخذها؟
نفس القاعدة من الجسد. الجسد لأنه طلع من الأرض فيريحه الشيء اللي من الأرض، الروح لأنها جت من فوق فراحتها بالأشياء اللي تي من فوق. شنو الأشياء اللي تي من فوق؟ الوحي، الوحي، الذكر، القرآن والسنة، الشريعة، هذا اللي تريح الروح لأنها جاية من هالمكان فترتاح وتشبع لما تاخذ أشياء من نفس مكانها. مثل الجسد اللي يمن الأرض يرتاح ويشبع ويروي ويريحه اللي طلع من نفس مكانه. كل ما كان أقرب إلى الأرض الجسد ارتاح، وكل ما كانت الروح أقرب إلى فوق ارتاحت. فالحين أنت تبي تريح نفسك وتتعامل صح مع جسمك وروحك، لازم تعطي هذا احتياجاته وتعطي هذا احتياجاته، تعطي الجسد أشياء اللي يبيها وتعطي الروح الأشياء اللي تبيها. يعني مثلا أنت من تقعد من الصبح إلى تنام، هذه الساعات اللي أنت قاعد فيها، شنو جدولك؟ تصور معاي برنامجك باكر، ماشي؟ تصور معاي برنامجك باكر، تقعد من النوم الصبح تبي تأكل، جسمك يحس بيوع، يبي طاقة، فتتريق. ممكن بعدين يحتاج رياضة، تروح النادي ولا تروح تمشي. خلاص دوامك تعبت، يعت مرة ثانية يحتاج تتغدى، تعب شوية خدر يحتاج انك غفوة تقيل، قاعد العصر افتر راسك تبي لك قهوة شاي، إلين اللي يجيك الليل تتعشى، يعت مرة ثانية لين خلاص انهد حيلك آخر اليوم نمت. لاحظ انت هالجدول هذا كله حق جسمك. زين، الروح هم من الصبح ليل ليل تحتاج، تبيك تشبعها، تبيك ترويها، تبيك تريحها. شنو هو؟ اما اول ما تقوم صلاة الفجر، هذه وجبة حق روحك، وجبة اساسية. اذا قعدت وذكرت الله سبحانه وتعالى زدتها طاقة وحيوية، قريت وردك من القرآن نفس الشيء، يا وقت الضحى صليت الضحى، يتك صلاة الظهر. شوف الفترات هذه اللي انت روحك تغط عن الذكر، يعني لما تداوم ولا تدرس لويا روحك الحين ما قاعد تحصل اللي تبيه، فاتيك الصلاة تنقذك، ترد لك روحك مرة ثانية. طبعا غير انك انت تقدر تذكر الله سبحانه وتعالى بأي وقت، تتعبد لله سبحانه وتعالى بأي عمل، تروح تزور مريض هذا حق روحك زين، تروح تزور احد من اهلك حق روحك زين، تساعد لك انسان حق روحك زين، هذه كلها عبادات تغذي الروح. الذكر المتاح في كل وقت هذا حق الروح. كل ما يكون طاعة لله، ذكر لله سبحانه وتعالى سواء قولي أو عملي، فهو غذاء للروح. علشان كذي تشوف الإنسان اللي كثير طاعات وعبادات قلبه حي منتعش. أنت مثل ما تضبط جدولك باكر، وين بتروح وين بتي، وين بتتغدى، شنو غداك، متى بتنام، لازم تضبط جدول حق روحك وقلبك. إيش تبي تعطيها باكر؟ إيش راح تغذي روحك؟ والله باكر بصوم الاثنين، صيام يعني يخلي روح فرفش تخف تستانس، ابي احتاج اغذي قلبي، ابي بروح مقبره، ابي اتذكر، هذه الذكرى للقلب زينه، هي للقلب ترى، مو حزن، مو ضيقه قلب، لا هي هذا غذاء القلب، يخلي القلب طري مو قاسي ناشف. زين، انت عاد مثل ما تعامل جسمك تعامل روحك. هذا البرنامج اليومي حق الجسد وحق الروح. لما تسوي تشيك اب حق جسمك، تروح تشيك، تسوي تحاليل، تسوي لك اشعه اسنانك، تبي فحص، خاصه لو وصل 35 40، في فحوصات معينه لازم تسويها. لازم نفس الشيء تشيك على روحك، شوف قلبك شلون صاير، شلون فزته للصلاه، شلون حافظت على القران والورد والذكر، شلون رغبته في المعاصي والذنوب سريع ولا، اشياء تدلك على صحه قلبك مثل ما في اشياء تدلك على صحه جسدك. في أشياء أنت حق جسمك تحرص عليها كتغذية مثلا، يعني سوالف المتقاعدين الجروبات كلها داش حواي كلها يهتمون بالصحة، هذا اهتمامهم الحين. ليش؟ أنا بدأ جسمي يضعف، بدأت الأمراض، فأكلوا هالشيء ترى زين حق ما أدري شنو، وحرصوا على هالشراب زين حق ما أدري شنو، واخروا عن هذا ترى مضر، هذا يرفع كذي. الروح نفس الشيء، أنت تعرف هذا الموضوع، هذا الذكر، كثرة الاستغفار يطيب القلب، هذه المعصية كثرة النظر الحرام تجرح الروح وتأذيها وتمرضها،
فراعي روحك مثل ما تراعي جسدك، حافظ على صحة روحك مثل ما تحافظ على صحة جسدك. في النهاية في النهاية احنا اللي حدد مصيرنا يوم القيامة مو صحة أجسادنا، إنما صحة أرواحنا وقلوبنا. إلا من أتى الله بقلب هذا هو. هذا القلب الروح، القلب السليم هو اللي ينقذك، هو اللي يكون سبب لدخولك الجنة. الجسد قد يهلك، أنت ليش تبي تحافظ على جسدك أصلاً؟ تمتع حياتك عشان تعرف تعبد الله، عشان تعرف الطيعة، عشان تقدر تصوم، عشان تقدر تقيم الليل، عشان تقدر تقرأ قرآن. أنت ودك تبي هالصحة والعافية عشان رب يقدر يعبدك ويطيعك وتمتع في حياتي. فحافظ على جسدك وحافظ على روحك، مثل ما تحرص على أنك تعرفش الأشياء اللي تنفع جسمك وتضره، احرص على أنك تعرفش الأشياء اللي تنفع روحك وشنو تضرها، بحيث أنك أنت يكون برنامجك يوميا اهتمام في جسدك من نواحي واهتمام في روحك من نواحي أخرى. هذه قصة الجسد والروح، وهذه طريقة تعاملنا معاهم عشان نطلع ربحانين آخر اليوم. لما تبي تختم تعب الجسد بنومة، اختم الروح بركعتين أو وتر أو صفحة قرآن أو ذكر واستغفار أو أيا كان حتى تنام، اختمها بخير، اختمها بخير. الأشياء اللي تريح جسمك احرص عليها، والأشياء اللي تريح روحك احرص عليها، أنت أدرى بنفسك. لكن اللي نعرفه أن الجسد لما يحتاج يرجع تحت، والروح لما تحتاج تصعد فوق. فمرات لا تضيع البوصلة. لما يحوشك هم وضيقة خلق وغم، مو معناته روح اطلع ولا مطعم ولا مو هذا، هذه مؤشرات حاجة الروح. الجسد حاجة ذياع وعطش، لكن الهم والغم هذه حاجة الروح، محتاجة ذكر، محتاجة تحضر محاضرة، محتاجة تروح العمرة، محتاجة افهم انت من اللي يطلبك الحين، افهم من اللي محتاج جسمك ولا روحك. لا تحرص انك انت تدش جسمك اكل وسفر وضحك ولعب وناسة وتشري وفي الواقع مو هذا اللي بيوانسك، مو هذه حاجتك. اللي محتاج الحين روحك، روحك يمكن تكون ذبلانة تبيك تنعشها بكثرة ذكر، بكثرة شيء من فوق، تبي ترجع حق أصلها من زمان أنت عنها، من زمان ما تدري عنها. فالحرص على الروح أساس حياة قلوبنا، كمان الحرص على الجسد أساس حياتنا الدنيوية. عسى الله سبحانه وتعالى يصلحنا، يصلح أجسادنا وأرواحنا، والحمد لله رب العالمين. قبل لا أسكر بالمرة بقول لكم عن قصة الإحساس أو المشاعر. إحساس حبيت اني اشرككم في الموضوع معي. مشروع احساس يمكن بعضكم سمع فيه من زمان، انا كنت او ولازلت مشرف اعلامي عليه من تقريبا 6 سنوات، من 2014. هذا المشروع فكرته رعاية المتعففين داخل الكويت، واخذنا طبعا كانت بدايته وانطلاقته رعاية اسر باحتياجاتهم المتكاملة، اجارات، تموين، علاج، لكن شوي 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 سبحان الله، يعني رب يكون هذا توجيه من الله يعني او هدايه من رب العالمين، انه صار الان اهتمامنا كله منصب على رعايه وكفاله طلاب العلم اللي هم العيال في المدارس. اخواننا المقيمين او غير الكويتيين اللي يعيشون على الارض ما يقدروا يدشوا مدارس حكومه، مضطرين يدشوا مدارس خاصه. طبعا ما ادري مدارس خاصه لا تفهم انه يدورون هالمدارس بدون اللغه والاجنبيه اللي بالالاف، لا لا، ارخص شيء قاعد يعني بس يدخل عياله. كثير منهم ما يقدر يدخل عياله لانه ما يملك الرسوم هذه اللي يعني يدخل فيها عياله. ففي مشروع احساس تبنينا هذا الموضوع ولا زلنا شغالين عليه، والحمد لله يعني من انطلاقه المشروع 2014 لليوم يعني بفضل الله. طبعا احنا واسطه ترى، بس احنا نوصل اهل الخير بالديره وبرا الديره. تم كفاله 1250 طالب مختلف المستويات، ابتدائي متوسط ثانوي، والحمد لله بعضهم الآن تخرج يدرس بالجامعة، يدرس الطب، يدرسون هندسة، سواء داخل أو برا الكويت. طبعا إذا خلص من الثانوي إحنا خلاص يعني انتهت مهمتنا، لا يكمل أموره الثانية. إحنا عندنا المراحل السنية الأولى، ابتدائي، متوسط، وثانوي، هي اللي نهتم فيها. أنتوا عارفين الاحتياج لا زال، يعني ممكن واحد دفعنا على قصد أول دش المدرسة بس ما خلصت الأقساط. المبلغ المطلوب منه يعني خلينا نقول متوسط 500 دينار، الابتدائي أقل، متوسط شوي أقل، ثانوي أكثر، لكن متوسط خلينا نقول 500 دينار عشان يدرس الطالب سنة كاملة. الحلو في الموضوع إنه وايد من إخواننا أخواتنا متبرعين أهل الخير شاركنا الطريقة الحلوة اللي هي تبني طالب علم. يعني أنت تينا مشروع حساس تقول يا جماعة أنا بيتبنى طالب علم. شنو يعني تبنى طالب علم؟ يعني نعطيك واحد من عيالنا، عيال إخواننا اللي موجودين في على الأرض، أنت تتكفل فيه وين ما كان الحين، ابتدائي، متوسط، أيا كان، لين يتخرج من الثانوي. خلاص قول هذا عندي. طبعا هذا اما تدفع له سنويا 500 كاش دي مره واحده، او يصير استقطاع شهري 50 دينار
تسكر سنة دراسية. والحمد لله هذه الطريقة مريحة، اللي تبرع فهو عنده يعني شيء ثابت مستمر وحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. ولي الأمر يرزاه، أنت متخيل شنو ولي الأمر لما يكون همه ولده دفعت لها الشهر شوية، زين شهرين من وين بيجيب له، زين سنين من وين؟ تخيل أنت تيله وتقول له ترى في واحد تكفل بولدك لين يتخرج، يعني قدام 5 سنوات 8 سنوات يمكن لا تحتي ولدك، تدري شنو الهم اللي تشيله منه؟ يكفي يكفي إخواني إخواتي اللي متبرعين ترى أكثرهم ما يعرفون منهم اللي قاعد يساعدونهم، ما يعرفون حرصا منهم على إخفاء أعمالهم. ولا الأصحاب الحاجة اللي هم الطلبة وأبائهم أو أمورهم، ولا هم يدرون أصلا منو اللي قاعد يتبرع حق أولادهم وقاعد يساعدهم في تسديد الرسوم. لكن رب العالمين يعلم، الله يعلم سبحانه وتعالى. وقاعد توصل بإذن الله دعوات من هؤلاء اللي قاعد تساعدونهم لكم. قد يكون كثير من الناس أهل الخير ومتبرعين حياتهم ماشية وسالكة والله موفقهم فاتح عليهم سبب دعوات اللي هناك، بل ممكن رب العالمين موفق عيالهم لأنهم قاعد يساعدون عيال الناس كما تدين تدان، ورب العالمين أكرم. هذا المشروع حبيت يعني اللي ما سمع عنه، فهو مشروع موجود قائم والحاجة لا زالت عندنا لحد الآن. إحنا على اللستة تقريبا 200 طالب لا زال عليهم أقساط متبقية خلال السنة اللي إحنا بدينا فيها توه، هذه صار لها شهرين ثلاث. وندعو دائما إخواننا، أنا باكر لي حلقة بلي داعم مسيرة الخير الساعة تقريبا 9:30 راح أتكلم عن هالموضوع وأذكر يعني إن شاء الله طرق التبرع في الحلقة. في رقم يعني خط ساخن مثل ما يقولون 1-8000-82 أي إنسان وده يساهم في هذا يساعد عيال إخوانه وخواته اللي يعيشون على هالأرض، يعني لا ما أقول لا يحرمهم، لا يحرم نفس الأجر والتوفيق من رب العالمين، خصوصا ترى أنا في كثير منهم أيتام، فأنت مو بس تكفل طالب علم، أنت قاعد تكفل اليتيم بعد. عسى ربي يعني وفقنا وياكم لفعل الخير ويعطيكم العافية. أرجع دقيقة بس أحفظ اللايف وأرجع لكم حق فقرة سؤال وجواب. دقيقة لا تروحوا.